السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. في البداية، إذا بتشاهدنا لأول مرة، الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات القادمة. في الفيديو اللي معانا هنتعرف على أهم وأفضل الفيتامينات اللي بتساعد وبتحمي من الإصابة بآلام الظهر، وخاصة منطقة أسفل الظهر. فآلام الظهر أمر بيتعرض له الكثيرون، فمعظم اللي بيتعرضوا لضغوط وتوتر وإجهاد لمنطقة الظهر، مثل الجلوس لفترات طويلة ووضعيات النوم الخاطئة وعدم ممارسة النشاط البدني وزيادة الوزن والتعرض للسمنة المفرطة، من أكثر الأسباب اللي بتؤدي إلى تعرض الشخص للآلام بمنطقة الظهر. ولكن يمكن التغلب على تلك الآلام المزعجة بتناول بعض الفيتامينات والمعادن المهمة اللي يمكن أن يحدث بها نقص أو خلل، فيساعد على زيادة ظهور الآلام المتكررة والمزعجة. ومن أفضل تلك الفيتامينات اللي بتساعد الجسم للتخلص من تلك الآلام الصعبة هو فيتامين د أو فيتامين دي. فاحتياج الجسم لفيتامين د بيكون ضروري لتكوين خلايا عظمية جديدة، وأيضا بيعتبر عنصر أساسي لامتصاص الكالسيوم بالعظام. فالتعرض لنقص بفيتامين د بالجسم بيؤدي إلى مشاكل بالعظام وآلام أسفل الظهر، وبيعمل أيضا على تقليل حدوث التشنجات في منطقة الظهر. هناك أيضا بعض الفيتامينات الأخرى المهمة مثل فيتامين سي، اللي بيعتبر من الفيتامينات المهمة للمحافظة على صحة العظام، وبيزيد من امتصاص الكالسيوم بالجسم، فيساعد على تقوية العظام والمحافظة على صحتها. بالإضافة إلى قدرة فيتامين سي على المساعدة بعملية التئام العظام والجروح والحروق، وأيضا بيقوم بتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا. في أيضا هناك بعض الفيتامينات الأخرى الضرورية لصحة العظام والعضلات، ومن أكثر تلك الفيتامينات هو فيتامين ب المركب أو بي كومبلكس، اللي بيكون عبارة عن مجموعة فيتامينات بي واحد وبي اتنين وبي ستة وبي اتناشر. فكثير من الأبحاث أثبتت قدرة تلك المجموعة من الفيتامينات على تقليل آلام أسفل الظهر بشكل كبير، وده بيكون نتيجة لقدرتها على التئام الأعصاب الملتهبة، واللي بتعتبر من أحد أكبر الأسباب اللي بتساعد في حدوث آلام أسفل الظهر. وأيضا بتعمل مجموعة فيتامينات ب المركب على تقوية وتغذية الأعصاب ومنعها من التلف. هناك أيضا فيتامينات أخرى بتكون مهمة للمساعدة في التخلص من آلام الظهر، مثل فيتامين إي أو فيتامين ه. فقوة فيتامين ه المضادة للأكسدة بتجعله من أهم الفيتامينات اللي بتحارب الجذور الحرة السامة اللي بتخرج نتيجة التهاب أسفل الظهر وتسبب مزيد من الضرر بعظام الظهر. فتناول فيتامين ه بيعمل على السيطرة على ومنع تلك الجذور الحرة من تلف الأعصاب وزيادة الالتهاب أسفل منطقة الظهر. أيضا هناك بعض العناصر المهمة والضرورية في صحة ووقاية العظام من الآلام والالتهاب، زي عنصر الكالسيوم والمغنيسيوم. فقلة أو نقص عنصر الكالسيوم أو المغنيسيوم بيؤثر في صحة العظام والعضلات. فالكالسيوم بيعتبر أساس بناء العظام قوية، والمغنيسيوم بيحافظ على صحة العضلات والأعصاب وبيحميها من التشنجات والتقلص. وتناول عنصر الكالسيوم والمغنيسيوم بيساعد بشكل كبير في حماية وتخلص الجسم من الآلام، وخاصة آلام أسفل الظهر. ده كان شرح بسيط عن أفضل وأهم الفيتامينات والعناصر المهمة لصحة العظام والوقاية من الآلام الظهر، خاصة منطقة أسفل الظهر. في نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.